السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل حلوة جميلة جدا، جيلي بالكاستر بشكل جميل وهتعجبكم ان شاء الله، والطعم كمان حلو قوي قوي. المكونات ايه؟ هنعمل اول خطوة هي الجيلي. مكوناتها كوباية مية مغلية وكوباية مية متلجة، كوبايتين اتنين مية، وباكو الجيلي الفراولة. ده كده باكو الجيلي الفراولة. هنعمل ايه؟ هفتحه وهفضيه في حاجة كده بالشكل ده، وهحط المية المغلية، كوباية مية مغلية. بسم الله، وأقلبها كويس. لازم تتقلب كويس قوي. الشكل ده كده بعد ما تقلبها كويس هضيف كوباية المية المتلجة وأقلبها كده. يبقى أول خطوة معانا هي تجيب كوبايتين ميه، واحدة متلجة وواحدة برد وواحدة مغلية، وأقلبهم كويس أوي بالشكل ده كده. طيب هعمل إيه بقى؟ معايا كاسات أو كوبايات، أي حاجة عندك بالشكل ده كده. دي كب كيك، صينية الكب كيك أهي، أنا حاطة فيها كاسات بتاعتي بس معوجة كده، مش حطاها واقفة سليمة. ايه بالشكل ده كده، بالشكل ده، شايفينها بالشكل ازاي عامله اهي؟ مقلوبه مش مظبوطه، حطاها مش مظبوطه، حطاها مقلوبه. كوبايه اهي وحطاها مقلوبه كده شويه، معوجه كده شويه، نص عوجه اهي. طبعا كوبايات، كاسات، اي حاجه موجوده عندك بالشكل ده كده. طيب هنعمل ايه؟ بجيب بقى الجيل بتاعي وبصبه في الكاسات دي، بالشكل ده كده، بحطهم في التلاجة لحد ما تجمد، الجيل يجمد، وبعد كده ان شاء الله هنعمل الخطوة التانية اللي هي الكاستر. شايفينها عاملة ازاي؟ بالشكل ده كده. كل الكاسات اللي عندي هعملها بالشكل ده اهي، وممكن نعملها معدولة بالشكل ده عادي، شكلي زي ما انت عايزة بقى. اهي كده خلاص، هكملهم كلهم واحطهم في التلاجة يبردوا ويمسك الجيلي، وبعد كده ان شاء الله نعمل الخطوة التانية اللي هي الكاستر معانا، وهنبقى نشوفها ازاي ان شاء الله هنعملها ازاي. خلاص طبقة الجيلي تماسكت وبقت حلوة قوي في التلاجة. هنعمل الطبقة التانية بقى اللي هي الكاستر. معايا كوبايتين حليب، ومعايا معلقتين اتنين سكر كبار، ومعلقتين اتنين كاستر بودر. دول كده المكونات بتاعته. طيب هعمل ايه؟ بسم الله، هفضي كوبايتين الحليب. بسم الله، عليهم معلقتين السكر، معلقتين كاستر، واقلبهم كويس قوي، واضيفهم على النار. قلبيهم حلو قوي قبل ما تحطيهم على النار، يبقى كله يتقلب على البارد. ما ينفعش تحطي الحليب على النار وبعدين تحطي الكاستر، هيكتل معاكي ومش هيبقى
مش هينفع، فلازم نعمله نقلبه على البارد كده. انا هاخد احطه على النار يتقل معايا، وبعد كده نصبه في كوبايات الجيلي بقى معايا بالشكل ده. خلاص كده احطه يتقل على النار، بعد كده نكمله ان شاء الله. بصوا كده بقى الجيلي بتاعي بقى عامل ازاي، نصه فاضي ونصه ايه مليان زي ما انتم شايفين الشكل ده كده اهو. كل الكاسات معايا بالشكل ده اهو، نصه ونصه. بصوا معايا الكوبايه دي كمان اهي، هنا نصها اهي. خلاص طيب انا كده عملت الكاسترد بتاعي اهو على النار تقل. بصوا بالشكل ده كده. طيب هعمل ايه بقى؟ هكمل الكاسات بتاعتي من الكاسترد. بسم الله. بالشكل ده كده. بصوا الشكل ده نص ونص. ده اللي هو طبقة فوق وطبقة تحت. الطبقة اللي هي متى كانت معدولة و اهي بالشكل ده كده. كله هيبقى معانا بالشكل ده، شكل جميل جدا، نصه كاستر ونصه الجيل بتاعه بالشكل ده. طبعا كوبايتين الحليب نفس الكوبايتين زي ما عملت كوبايتين للجيلي المية، كوبايتين برضو عشان نفس الكمية يبقوا الاثنين متساويين قد بعض، ما تهدريش وما يبقاش عندك نص زيادة في الكاستر. بالشكل ده كده طبعا بقى تظبطيهم. بالشكل ده كده الكاسة الكبيرة اهي، هي اهي هدخله التلاجة يتماسك تاني مع بعضه، وبعد كده نشوف الشكل النهائي ان شاء الله. بصوا كده الشكل النهائي للحلوة بتاعتنا، الكاستر بالجيلي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طعم جميل جدا جدا، هيعجبكم قوي، بالذات كمان هيعجب الاطفال قوي قوي. طبعا لو حابه تعملي الكاسترد الاول اعمليه وسيبيه لما يبرد، اعملي الجيلي حتى كمان الجيلي هيكون بارد مش سخن زي الكاستر. يعني الكاستر اول ما يبرد اعملي الجيلي وحطيه وسيبيه بقى 4 ساعات يجمد، هيبقى حلو قوي معاكي ويطلع نتيجته هايله بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اللي اول مره يدخل القناه بتاعتي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس يوصله كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.